سيب بناتنا في كرة السلة ونروح لاتحاد التنس. اتحاد التنس المصري بيدعم صندوق تكافل أو صندوق تبرعات للمدربين الغير قادرين المحتاجين. بجد تعظيم سلامة اتحاد التنس، ما شاء الله، حاجة جميلة، حاجة جميلة إن اتحاد التنس عارف إن مفيش بطولات، وعارف إن في ناس كتيرة جدا شغلها كله التدريب، فبيجمع وبيعمل صندوق لهذا الموضوع. كابتننا الكبير كابتن إسماعيل الشافعي أكيد صاحب بادرة مهمة جدا، وفي لكل الرياضيين في مصر إن هم يقدروا يعملوا سبورت للمدربين اللي ما عندهمش دخل من الرياضة. كتب كده بالظبط وقالوا إن نظرا للأحداث الراهنة وتوقف النشاط الرياضي مما أدى للتضرر المادي لدى بعض المدربين، بدأت لجنة المدربين بالاتحاد المصري للتنس اتخاذ إجراءات تطوعية بتوفير مبالغ نقدية من الجهود الذاتية من أسرة التنس المصري لدعم المدربين المتضررين والمسجلين بالاتحاد. وأعلنت لجنة المدربين إنه جاري الآن حصر أعداد المدربين وأوضاعهم الاجتماعية والمالية تمهيدا للتواصل معهم وتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين منهم. أكيد ده شيء مهم جدا، أكيد الإحساس بالمسؤولية من كابتن إسماعيل الشافعي نجمنا الكبير وبطلنا الكبير في عالم التنس وهو دلوقتي رئيس الاتحاد، أكيد ده شيء مهم جدا إن الناس يقدروا يوفوا المدربين المحتاجين في الوقت ده، علشان كمان ده جزء مهم جدا مجتمعي مهم جدا بيعمله اتحاد التنس. يتمنى من كل الاتحادات المصرية تقدر تعمل ده، تقدر تعمل ده حاجة تطوعية، لأن الصناديق المساهمات والقصص دي كلها بتخش تندرج تحت قوانين وتشريعات في البلد، لكن خلينا نقول حاجة تطوعية. التطوع ده شيء مهم جدا إن الناس تقدر تعمله، لأن فعلا الجزء الرياضي جزء كبير تضرر بسبب أزمة كورونا، لكن في الآخر بنقول نتمنى إن كل الاتحادات تقدر تساعد وتقدر تعمل ده لمدربينها.